تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البوليدة من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 10 أشخاص يقومون بالاعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء بحي 5 جويلية بمدينة الأربعاء. وحسب بيان لمصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهم تكوين جماعة أشرار حيازت أسلحة محظورة دون مبرر شرعي، استعمال العنف والإخلال بالنظام العام. وعلى إثر اتصال من أحد المواطنين على الرقم الأخضر 1055 يفيد بوجود مجموعة من المحارفين بحي 5 جويلية بالأربعاء يقومون بترويع الساكنين بالحي مستعملين الأسلحة بيضاء وسيوف عصي وحجارة، وعلى إثرها تم تشكيل دورية من أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء مدعمين بفصيلتين للأمن والتدخل بالأربعاء وولاد سلامة والتدخل بالحي المذكور، أين تم إلقاء القبض على 10 منحرفين وحجز الأسلحة المستعملة الموقوفون، سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء فور الانتهاء من التحقيق.